أصدرت خلية الأزمة لمواجهة كورونا في ذي قار جملة قرارات أبرزها إغلاق جميع مداخل المحافظة حتى إشعار آخر، واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، وحظر التجوال بشكل تام. للمحافظة وحتى إشعار آخر. 2- استمرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وحظر التجوال بشكل تام، ويستثنى من ذلك الدوائر الصحية والدوائر الخدمية. 4- إلغاء جميع المناسبات العامة والخاصة والدينية بدون استثناء، ومنع أي تجمع خاص بهذا الشأن. 5- إغلاق جميع محطات الوقود الحكومية والخاصة. 6- محاسبة من يعمد إلى رفع أسعار المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار بأشد العقوبات القانونية. 7- اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يخالف هذه القرارات، كونه يعرض حياة الجميع للخطر ولا يمكن التساهل معه لأي ظرف كان. 8- تستنفر دائرة الصحة والدوائر الساندة لها جميع إمكانياتها للتعامل مع كل من يتعامل بتداعيات حالات الاشتباه والإصابات المؤكدة والوفيات لا سامح الله، وبالسرعة الممكنة، وعزل وتعفير وتعقيم المناطق التي تسجل تلك الحالات، وبدعم من الأجهزة الأمنية.